بسم الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. الآن سنقوم بتمثيل دور دعاء دخول الخلاء والخروج منه. وأنت داخل يا نواف برجلك أي رجل تدخل الخلاء؟ اليسار. وتقول بسم الله. بسم الله. اللهم إني أعوذ. ابدأ ادخل وأنت خارج ستقول غفرانك. ادخل الآن برجلك اليسرى العكس. أيوة ادخل وانتظر حتى أنادي عليه. بأي رجل تدخل يا سلطان؟ وتقول إني أعوذ بك. وتدخل بالرجل اليسرى. وريني يلا ادخل. بأي رجل تدخل؟ وتقول تفضل. بأي رجل تدخل يا ليس؟ وتقول أعوذ بك من الخبث والخبث. تفضل. الآن سنتوجه بأي رجل تخرج؟ اللي يخرج أخرج يا نواف باليمين. وتقول هذه اليمنى. هذه اليمنى أخرج باليمنى هذه. تعال أخرج. وتقول غفرانك. ها يلا اللي بعده. تعال ماذا تقول وأنت خارج برجلك اليمنى؟ ممتاز. اللي بعده تعال يا براء برجلك اليمين وتقول ماذا قلت؟ أحسن. اللي بعده ليس برجلك اليمين ماذا تقول؟ أحسن. الأربعة دول يجوا أريد أربعة آخرين. خلاص خلاص. بعده بعده. بأي رجل تدخل يا عبد الله؟ بأي رجل تدخل خلاء؟ لا. وتقول بس يا ابني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تفضل. بس خلاص يا سلطان. ماذا بأي رجل تدخل؟ وتقول اللهم إني أعوذ بك. تفضل. تدخل بالرجل وتقول لا تخرج باليسرى وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم أسمعت أحد يتحدث. تدخل بالرجل وتقول اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث. اليسار اللي هناك ادخل. أول واحد يخرج تقول اخرج برجلك اليمنى. الثاني اخرج باليمنى وتقول غف. كملها بقى على بعضها. غفرانك. مرة تانية. غفرانك. مرة تانية. تخرج بالرجل اليمنى. احسنت. اللي بعده تقول غفرانك. احسنت. اللي بعده صعود. تخرج بالرجل اليمنى وتقول احسن. في ناس بتتكلم. اللي ما بس اللي قاعد الباب. اللي باقي يا هتان. تعال يا هتان. يلا عبد العزيز. يلا يا فهد. خلاص ولد دخل. طيب خلاص ثواني. خلاص الباقي يرجع. باي رجل تدخل وتقول أعوذ بك من الخبث. ها يا عبد العزيز بأي رجل تدخل؟ اليمين أم اليسار؟ اليسار. وتقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فراج هدوء يا سلطان. تفضل اخرج. تقول وانت باليمين وتقول ارفع صوتك. سامع واحد بيتكلم. اللي بعده تعال تقول غفرانك. تقول احسنت. اللي بعده اخرج باليمين وتقول. اللي بعده ها سمع. لا رجلك اليمين التالي وتقول احسنتم اشكركم.